أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ولنا حلقة جديدة وبرنامج أصداء الشارع. كادر للأصداء حط الرحال في محافظة النجف. سنسلط الأضواء على المعرض الدولي المقام بمحافظة النجف وأهم الشركات المشاركة في هذا المعرض، وما الفائدة التي تأتي على المواطن من خلال افتتاح مثل هكذا معرض. تابعونا ولكن بعد الفاصل.
المشاهدين عدنا لكم مرة أخرى وبرنامج أصداء الشارع، حلقة اليوم مخصصة عن معرض النجف الدولي. السلام عليكم. منو أنت؟ شركة منو؟ إحنا شركة ربان السفينة، إحدى شركات القطاع الخاص في النجف في العراق بصورة عامة، وبالنجف بصورة خاصة عندنا معمل، عندنا امتياز من شركة سيمز الألمانية. منتجاتنا أكثرها اللي هي تصنيع خاص بالنجف، وكذلك منتوج وطني وأيادي عراقية خالص. يعني اليوم من خلال هذا البرنامج قدرت تروجون لبضاعتكم؟ اكيد، هو المعرض طبعا صح حتى انه نروج البضاعه خاصه وتعريف بالمنتج هذا ودعم للانتاج الوطني بصوره خاصه. طبعا المنتجات اللي نعرضها انه تشمل محولات، تشمل بوردات سيطره، تشمل كيوسك، تشمل ديبيات، تشمل ممر تعقيم، اعمده اناره، مثلا بعدنا سويج جير، واضافه لكل المنتجات يعني كدعم منتج وطني وصناعه عراقيه خالص. طبعا هذه شركه اهليه ما لها علاقه بالدوله. شركه اهليه طبعا، شركة أهلية، ويعني حتى الإنتاج كله منتوج وطني وأيادي عراقية خالص. شنو اللي تحتاجه اليوم مثل هاي الشركات؟ شنو اللي تحتاجه حتى في سبيل تكون السوق يعني تحاولون جهد الإمكان إنه تروجون لبضاعتكم بالخارج؟ اللي نحتاج أكثر شيء إنه الدعم، إنه دعم، إنه يكون ترويج هذا، إنه يصير يعني كمنتج إنه يكون ترويج له، وإنه دعم يعني التسويق أفضل يعني حتى نتسوق له، وكذلك إنه التعاون ويا الدولة حتى يعني حتى يصير الإقبال المواطن علينا أكثر من الاستيراد الخاص. هاي بالتعاون مع شركة سيمينز انتو؟ بل هو امتياز من شركة سيمينز، ومطينا يعني حتى شهادات من عندنا، وحتى عندنا برامج تدريب هناك من سيمينز، ومطينا فحوصات كاملة كلها من سيمينز. الدولة تسحب منكم لو فقط شغل؟ عندنا تعاون وزارة الكهرباء بصورة عامة، يعني اكثر شيء تعاون وزارة الكهرباء، يعني حتى مرخصة من وزارة الكهرباء والتعاون وياهم. يعني تعاون كبير هيك يعني بس مال؟ لا لا، اكو تعاون كبير، وزارة الكهرباء موجود، تعاون موجود. كان ايدي عاملة عندكم بالشركة؟ الشركة بيها عدة فروع، بيها فروع ببغداد، بيها فروع بالبصرة، عندها فروع بدبي، فرع بالعمارة، بس كمصنع النجف احنا عندنا مصنع بالنجف اللي هو على طريق نجف كربلاء عمود 118، المصنع هذا خاص بينا يعني بيه تقريبا من 250 إلى 300 عامل. 300 عامل بمصنع واحد؟ مصنع النجف. والبصرة ما عندك فكرة كيف تلعب؟ البصرة ما عندنا أعداد صناعة عاملة للإدارة. يعني مثلا واحد قدرتوا تشغلون قرابة أنا متأكد 600 إلى 700 أيدي عاملة. بل. بلي، فيعني هو قلت لك يعني هم ماتين دعم منتج وطني وهم تشغيل ايدي عراقيه، وكذلك يعني احسن من الاستيراد الخاص باعتبار هذا بيه فحص منشأ انه مرخص من شركه سيمي، شركه رصينه، وبنفس الوقت يعني منتج يعني ضاهي حتى المنتج المستورد. تقدرون هاي البضاعه تروجون لها عن طريق الخارج او تصدر للخارج؟ اكيد عادي يعني نقدر نصدرها اي شيء. من خلال المعرض قدرت تتفقون مع شركات لو بس مجرد يكون يعني اكثر شيء حسب الزبائن اللي يجونه، مثلا عندهم مجمع، عندهم مثلا يعني حسب اللي يحتاج اللي يريده، فاحنا جايين نسوق لهم عادي ماكو مشكله. يعني قطاع يعني قطاع خاص فقط داخل العراق حاليا اي اكثر شيء، بس يعني اكو جماعه اجوا يعني حسب الزبائن اللي يجون. انا مهندس صادق، مهندس كهرباء شركه ربان سفينه معمل النجف. اهلا وسهلا استاذ، شرفتنا. اهلا وسهلا بكم عيون. اعزائي المشاهدين نتواصل وياكم ونكمل حلقتنا هذه في معرض النجف الدولي. حقيقه اليوم تلاحظ انه شركه ممكن قد تكون بسيطه جدا استطاعت ان تكسب اكثر من 600 او 700 من الايدي العامله، فشيء جميل جدا. انا على يقين لو الدوله انتبهت الى الشركات المتوقفه اكيد يعني ما راح توجد بطاله في العراق، سنحتاج الى مئات الالاف من اجل مئات الالاف من فرص العمل. يعني والله ما نعرف ان نقول انه الدوله عاجزه عن توفير مثل هكذا مشاريع، ما تعجز الدوله وشركات توصل فكره وتستقطب ايدي عامله داخل مصانعها، شيء جميل جدا. املنا انه الدوله تحتذي بالشركات الاهليه عكس ما معمول به انه المواطن يحتذي بالدوله. نتواصل وياكم ولكن بعد الفاصل.
أعزائي المشاهدين، عدنا لكم مرة أخرى وبرنامج أصداء الشارع. حلقة اليوم مخصصة مثل ما نوهنا عن معرض النجف الدولي واستقطاب الشركات حقيقة من مختلف بلدان العالم في جميل، شيء جميل جدا، ولكن أملنا أن تكون هنالك معارض للشركات العراقية في الدول الأخرى، يعني من أجل حقيقة تحفيز الناس، تحفيز الشركات على العمل في العراق. السلام عليكم. يا شركة أنتو؟ شركة الزعيم. مصر؟ المدير. المدير. أنا سالف. أنا سالف. شلون السوق العراقي اليوم؟ والله الحمد لله نحن نشكر فضل. يمشي السوق العراقي؟ ماشي السوق العراقي، بس انت عارف بالنسبة للموضوع الكورونا، مش الكورونا ما أثرها في أثرت عليك؟ آه. هاي أول مرة تيجي تفتتح معرض هنا بالعراق لولاك جيات سار؟ لا دوانا من ساعة ما فتح العراق من 4 سنين 5 سنين من العراق بروح كل منطقة في العراق، جميع محافظة العراق بروحوا. السوق العراقي استهلاكي خلص تمشي بضاعتكم بالسوق؟ آه الحمد لله رب العالمين، الحمد لله والله منتج بيمشي هنا والناس كويسة جدا معنا، أهل العراق أهل كرم والناس محترمين، وإحنا بالذات كمصريين بيحترمونا أزيد من اللازم صراحة في كل الأماكن والله، حتى على الطريق في سيطرة وهنا وهنا المصريين بيعملونا أحسن معاملة، وده شيء يشرفنا. يعني مثل هذه الأسعار، شلون الأسعار مالتكم يعني شلون نشوفها بالسوق العراقي؟ لا إحنا بالنسبة لأسعارنا أسعارنا بالنسبة للسوق العراقي جدا، حتى زبون ذات نفسه اللي هو البول يعني هو زبون هو اللي بيحكم بنفسه، يعني زبون يشوف السعر بره وبيدي هنا راح شافش، لان التجار الجمل بياخدوا من عنها وبيعرفوا هما بيدي ياخدوا هنا من المعرض ارخص من بره، ياخدوا من المعرض من هنا التجار الجمل بياخدوا من هنا، الزبون اللي هو المستهلك ذات نفسه بيدي يشتري من هنا ليه شاف سعرنا اقل من السوق بره، وده حاجه بفضل الله علينا. يعني راح ترجعون مره ثانيه؟ طبعا ترجع مره ثانيه اكيد، بشرف لي ان ارجع تاني. حياك الله حبيبي، ربنا يخليك يا رب، بارك لك. احنا العراق الا العراق بالذات تراب العراق اغلي علينا، الله يخليك، حياك الله يا اخي، اهلا وسهلا بك. كنا نتمنى ان نشاهد هذه المصانع وهذه الالبسه بايدي عراقيه، يعني اليوم مشكلتنا انه احنا غياب المنتج العراقي، يعني فت كارثه كبيره، انه احنا ابسط شيء هي الملابس بدانا نستعرضها من الدول حتى ان كانت الدول الشقيقه، ولكن اليوم لدينا البطاله بكم هائل، هذه سيضيف يعني بطالة أخرى إلى المعمول به في العراق، ولكن عندما نأتي ونقول إن معامل النسيج التي كانت حقيقة هي الشريان للمحافظات العراقية وكانت تستقطب آلاف من الأيدي العاملة، اليوم الشاهد اندثرت وانتهت خلاص، يعني خلاص اليوم إحنا أصبحنا دولة مستهلكة لا نصدر شيء، فقط نعرف الاستيراد. تواصل وياكم ولكن بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، عدنا لكم مرة أخرى وبرنامج أصداء الشارع. حلقتنا اليوم حقيقة مخصصة عن معرض النجف الدولي، ولكن يعني مع كل الأسف إنه إحنا ما وجدنا شيء منتج عراقي، يعني مجرد فقط هي شركة للكهربائيات والأخوان محل، شنو أنتم محل شنو؟ حلويات. حلويات دهين المحمود. شنو الإقبال عندكم السوق؟ والله الحمد لله يعني زين، احنا حركه الزائرين كلش حلوه، يعني جاي نشوف يعني تغيير حتى عن نفسيه، جاي نشوف هذا جاي نلاحظه من خلال الناس، حركه الناس شلون تعاملهم، تعرف كورونا اثرت عليهم. ايه
فما شاء الله جاي اشوفه المعرض. شنو البضاعات العراقيه الموجوده بالمعرض؟ شنو اللي شفته انت؟ يعني هم المصريين اكثر شيء موجودين، المصريين اخواننا طبعا وبضاعتهم اكيد. الصناعه العراقيه غايبه، ماكو صناعه عراقيه، ماكو عندنا صناعه، بس عندك للذكر فقط. العتبه عندها جاي شغلات، شنو العتبه العلويه جات شغل اعمال يدويه جاي تشتغلها، ما شاء الله شباب طاقات جاي يشتغلون الحمد لله والشكر. شو سوكم هنا؟ والله كله زين الحمد لله، الله يسلمك، الله يوفقك، توفيق للجميع. اعزائي المشاهدين نتواصل وياكم ولكن بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين عدنا لكم مرة أخرى وبرنامجنا وحلقتنا اليوم مخصصة عن معرض النجف الدولي، ولكن حقيقة اللي تحز بنفسنا أنه ما وجدنا شيء يذكر للشركات العراقية، وكأنما يعني نحن من غير عالم وغير كوكب، قد ما معتمدين على كل الصناعات المتواجدة إذا كانت المصرية والهندية والإيرانية حقيقة اللي غازية أسواقنا. طيب أنا أريد أتساءل عن دور وزارة الصناعة، وين وزارة الصناعة عن ما يدور في البلاد؟ سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. متواجد بالمعرض؟ نعم. وإعلامي؟ الله يسلمك، الله يخليك، أهلا وسهلا بكم. اليوم شلون نشوف المعرض؟ يعني حقيقة هو يعني معرض نقدر نسميه محلي، يعني مو هذيك الصبغة العالمية الموجودة به. حتى البضاعة اللي معروضة هي بضاعات يعني لو نسوي إحنا معارض يعني كنجفيين، كشباب نجفي أو كشباب عراقي يعني بصورة عامة، يمكن نقدر نسوي معارض أفضل من هذا اللي موجود، من ملابس، من يعني تجهيزات للطعام، مو هذيك المعارض القوية اللي تشد انتباه المواطن النجفي، لكن نقول نقدر نقول بضاعة دون المستوى، صح؟ صح. لكن طيب لما بضاعة دون المستوى واحنا سوق الاستهلاكي لها يعني. لكن احنا شو نقول؟ نقول عسى ولعله ان هذه تعتبر خطوة أولى، حتى يعني حسب ما حدثونا أصحاب المعرض الموجودين هنا إدارة المعرض يقولون هذه كبادرة أولى، من الممكن أنه بالأسابيع الجاية وبالأشهر الجاية تصير عندنا مثلا شركات ألمانية إيطالية متعاقدين وياهم حتى يسوون معارض بداخل هذا المكان. ميخان خلينا نقول هذا كيس عمل ولعله يأتي بنتيجة، ولكن أنا أسأل اليوم عندما تجونا كثيرا بالمعرض ما وجدنا سوى شركة واحدة عراقية، شركة كهربائية، ولا شيء يذكر للشركات العراقية. صح، هو هذا مو يعني ضعف من المنظمين يعتبر، وانما على الضعف هو وزاري بحت. عندنا بالنجف معامل للاطارات، عندنا بالنجف معامل للسمنت الجيد، عندنا بالنجف حتى معامل لاستيراد وتصدير الادويه، عندنا معامل كبرى في النجف في حي يطلق عليه حي الحرفيين، حي الحرفيين هذا يمتلك طاقات شبابيه كبيره من الممكن انه يضاهون حتى البلدان المجاوره بصناعاتهم. بالتاكيد، ولكن اليوم احنا نسال عن دور وزاره الصناعه، ليش وزاره الصناعه غائبه تماما عن كل المعارض؟ ما تجد سوى بها تمثيل رمزي فقط. حسب تأيدني لو ما تأيدني. اي طبعا ايدك، لكن حسب القائمين هنا على المعرض انه هذا المعرض هو معرض مصري وهندي وبعض الدول السنغال والدول هذه الافريقيه، يعني ما حتى يمكن ما صار تواصل بينهم وبين
وزارة الصناعة العراقية. الصناعة لو تتعرض وتروج عن بضاعتها يعني معقولة بالمعرض يقول لها ما اريدك تجي؟ بالعكس يعني اشوف اذا تجي يعني الشركات او شباب عراقيين او وزارات عراقية راح يكون حتى الاقبال يختلف، لان المواطن النجفي يحب انه يدعم صناعته ويحب انه يدعم التطور اللي ولو بسيط لكن يحب يدعمه حتى يتطور اكثر. تشرين اطلقت الشباب حمله دعم المنتوج الوطني. والله انا طرحت عليهم حتى على اداره المعرض، قلت لهم انه بعد هذا كاعلاميين انه بعد هذا المعرض نسوي معرض خاص بشباب تشرين حتى يبرزون طاقاتهم. عندنا صاغه، عندنا يعني يصنعون اجهزه حلوه، عندنا شباب صنعت من السيارات الخرده سيارات دريفت خاصه بالسيارات السباق، عندنا شباب يعني حتى هذه قضايا الحلي والاكسسوارات يصنعوها ويتقنوها افضل من الجانب المصري. ولكن الجانب المصري هو المورد لنا. طبعا طبعا موجود يعني الجانب المصري كثير من الاكشاك الموجوده هنا وصناعتهم جيده، لكن شويه المواطن النجفي يقول ارتفاع عندهم بالاسعار قياسا. تعرف بالنجف تضغى علينا الصناعه الايرانيه والصينيه، يعني 90% من اسواقنا هي صناعات ايرانيه. 90% من عندها صناعة تركية إيرانية صينية، هذا السائد بالعراق. صح، لابد من محافظة إلى أخرى تختلف، لكن نجف كربلاء تضغي عليها الصناعة الإيرانية حتى بصناعة السيارات، وهذا صناعات رديئة جدا، يعني السيارة تجيك بدون شاصي، بينما الصناعات الأخرى اليابانية الألمانية ما موجودة بالنجف. ما موجودة سيارات بدون شاصي. اليوم إذا أنت متابع للشأن الاقتصادي بالبلاد بشكل عام، شنو اللي نحتاجه من عوامل حتى نوفر، اولا نوفر ايدي عامله، ثاني فقره نعيد المصانع العراقيه؟ والله العظيم كل شيء ما يحتاج بس دعم الطاقات الشابه، اذا دعمت الطاقات الشابه انا انطيك نسبه نجاح تعبر 80%، لان اكو طاقات شابه احنا مشغليهم عمال عند الجانب المصري اللي هو يجيب لنا عطور وروائح وما اعرف شنو، ذول الطاقات الشابه اذا تدعمهم ينطوك اكثر مما تعتقد. شكرا لك حبيبي. نتمنى تكون يعني حقيقه يعني رسائل الشباب اليوم، احنا عندنا شباب طاقات شبابيه والله لو استغلت بالشكل الصحيح يعني ما اتصور يضاهيها احد، يعني اذا نلاحظ المنتوج الايراني هي عباره عن طبلات ملابس ليس الا، والشباب العراقي يعني ابسط مثال هم هذول جماعه الحرف اليدويه الموجودين بالبلاد، والله يتفوقون على كثير من الشركات وحتى يوصلون من كل الشركات افضل بكثير مما يستاردون ربعنا وموقفين معطين شبابنا على حساب نستورد كل شيء من دول الجوار. نتواصل وياكم ولكن بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين عدنا لكم مرة أخرى وحلقتنا اليوم اللي مخصصة عن معرض النجف الدولي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله حبيبي. شو شفت المعرض؟ والله الحمد لله يعني المعرض بيه شغلات حلوة بس ينقص هواي يعني مواضيع هواي ينقصها. يعني هسا احنا دخلنا سنور طبعا دخلت. يعني يكون شركات عالمية رصينة تدخل لهذا المكان حتى المواطن النجفي يشوف هالشيء يعني شيء ما شايفه. يعني هذه المواد كلها موجودة هسا على مستوى بازار النجف. بازار سوق كبير موجود هالمواد كلها، اريد فشي يعني يكون تكنولوجيا حلوه، فشي يعني انه وصل له الى طموح. هذا اللي هم داعي لك شركات ايضا، شركات يعني على مستوى داعين ايضا. والله نتامل خير كانه ان شاء الله للمستقبل فد يجي فد مواضيع حلوه، اجهزه كهربائيه، فشي يعني منشا يكون ما شايفيه. هذا اللي نتامل ان شاء الله. تجد الصناعه العراقيه من خلال تجارتك معك؟ والله اكو هواي بالنسبه لي والحمد لله والشكر، يعني الصناعه العراقيه فشي يعني أسوأ إن الظاهر يعني الصين أو الظاهر الشركات البقية
بالنسبه للعتبه، بالنسبه للمواضيع شركه العتبه الحسينيه العتبه العباسيه، يعني اكو عندهم اجهزه هسه افضل اللي موجود بالنسبه للصراع العراقيه. تصنيع الشركه نفسيتها المصانع مالتهم بالايدي عامله عراقيه، اي هذا اللي موجود. واتمنى لا نشوفها بالموضوع هنا، ماكو هسه المشكله اهم، ما شفنا لها فشي يعني ملموس. واهلا وسهلا بكم، نشرف بكم. اهلا وسهلا حبيبي. هاي نتمنى انه تلتفت الدوله للمصانع العراقيه وتعيد تاهيل المصانع العراقيه، ويكون لنا معارض يعني داخل البلدان الجوار. يعني الى متى يبقى السوق العراقي سوق استهلاكي والدوله العراقيه 17 سنه وهي واقفه تتفرج شلون تنهار الصناعه الوطنيه؟ نتواصل وياكم ولكن بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، عدنا لكم مرة أخرى وبرنامج أصداء الشارع، وحلقة اليوم مخصصة عن الصناعات المتواجدة في معرض النجف الدولي. وحقيقة اللي وجدناه أنه العتبة العلوية مشاركة بأشياء يعني كثيرة جدا. نتمنى أنه يستمر هذا الإنتاج لعله أن تكون بادرة وانطلاق للشركات العراقية. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يحفظكم. المركب مالك فاضل هناوي قسم المنقوشات على هتاف. الله يحفظكم. شنو اللي مشاركين به أنتم العتبة؟ العتبة مشاركة بهواية أقسام، منها قسم الآليات، صناعة السيارات، هذا كله تجميع قسم الآليات، الكراسي المتحركة، الميوزة، يعني الألمنيوم. هذه كلها صناعة عراقية لو تجميع. عراقية بحت، شغلنا يعني. شغل العتبة. إيه هذا كله شغلنا. من السخانات والمبردات، الدكتات مال التبريد. تجي على قسم المنقوشات اللي هو قسمنا تابع العتبة العلوية المقدسة. لوحات الزجاج التلوين، منها الأرايك، ميوزة طعام، كراسي، ميوزة ذني طعام، شنو اللي تشوفه قدامك، هذا كله شغل إيدينا حرفياً بقسم المنقوشات وحياة تتابع العتبة العلوية المقدسة. أروح نسأل على الطلب ماله اليوم، أكو عرض وطلب، إن اليوم الشارع ده يتقبل هاي المال وأكو عليها إقبال. أي الحمد لله والشكر، ومو بس هاي يعني الوادم اللي تجينا متفاجئة من اقول له هذا شغل مال عتبه يتفاجئ، يقول انا ما شايف هذا الشيء. حيترجع عليكم انتم؟ لا الحمد لله والشكر، مو احنا استونا يلا كملنا هذا العمل مالنا وصدر للسوق انطلاقه جديده ان شاء الله للعتبه العلويه المقدسه بالمشاريع بكل صنف الحرفيه ان شاء الله. جاي نشتغل وجاي مباشر الحمد لله والشكر. الشباب ما مقصرين. السخانات يمك بعد اللي يشوف انت هذا ضمان 5 سنين. اكو البسه رجالي، البسه عقوق، هذا خاص مع العتبه العلويه المقدسه القسيم، معمل خاص عندنا زي عسكري، عندنا عندنا قوط، عندنا كوت، يعني واي ان شاء الله جاي نشتغل معمل مال حي عدن اللي تابع العتبه العلويه المقدسه اللي هو القسيم. شو الاقبال الناس عليهم؟ الحمد لله شكرا، يعني شغل كلش جيد. خسارة لو ربح الشغل مال؟ لا خسارة ان شاء الله ماكو خسارة، اهم شيء رضا الوادم يعني. يعني احنا ما نفكر بالخسارة والربح اليوم. هذا شغلكم؟ هذا شغلنا، شغل جماعة التلوين. جماعة التلوين؟ اي جماعة، هذا رسم على الزجاج. ناس حرفيين وكل اللي تشوفه بعينك هاي القطع اللي. يعني انا اريد اسال يعني شنو الفرق اللي اذا نستارد انه نوجد البضاعة الايرانية واللوحات الايرانية واللوحات الصينية؟ والله يمكن ذني اجمل وارتب. والله انا حسب ما استنتجته واللي سمعته من الوادم اللي تجي تسولف، يعني يقول لك يابا انا جاي اشوف هذا الشغل
افضل من الشغل اللي جاي يجينا من الصين، يجينا من ايران، يجينا من دول الجوار. احنا يعني اليوم ندعم الصناعه بالاخص العتبه العلويه، اول همها ان دعم القطاع الخاص اي واللي هو يعني شباب الدوله تلتفت للقطاع الخاص. والله بعد يمكم انتم الاعلامه اللي هذا احنا نحكي على عتبه، على خاص من العتبه الحمد لله والشكر بمسؤوليها جاي. هذا شنو؟ هذا رسم على الزجاج؟ شنو هذا؟ هذا رسم على الزجاج. رسم على الزجاج اي كله رسم. وهذا رسم عندنا، هذا شغل الليزر، سوع، شناشيل. أي. هذا كله شغلكم؟ كله شغل قسم المنقوشات وحياة التراث، كل شغلنا. اللي رايك اللي قلت لك عليه ان هذا شغلنا، الميز، مراجيح، يعني هو ده يشتغلون، جام جام زجاج عندنا، السيارات اللي قلت لك بيهن. انت حزب النفس ان شغلنا كله قطاع خاص والدوله ما لها دور، يعني هسه الصناعي يقول لا عندنا صناعات واحنا ما دعونا للمشاركه بالمعرض. صحيح. احنا نقول نتمنى يكون معارض هي السباقه لي ان شاء الله اول ما بدت بالعتبه ان شاء الله وتعطي دافع للدوله ان شاء الله ان تخطط العتبه اللي مشت بيه ان شاء الله. الله يحفظكم ويعطيكم العافيه. الله يحفظكم ويعافيكم. حقيقه نتمنى يعني والله هي نفرح من شيء، من نجد شيء عراقي، منتجات عراقيه مطروحه، منتج عراقي. يعني رغم انه هو قطاع خاص وامنا ان يكون مو قطاع خاص قطاع عام، ونتمنى على الدوله دعم القطاع الخاص. والله القطاع الخاص لو تلقى الدعم الكافي انا اعتقد انه العراق سيكتفي ذاتيا ونبدي نصدر، يمكن والله نصدر للدول الجوار. لعل دول الجوار تصير لنا منفذ مره واحده ونفرح نقول العراقيين والله بدينا نصدر شيء غير النفط الموجود اللي ما نعرف غير نصدر بس نفط. نتواصل وياكم ولكن بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين عندنا لكم مرة أخرى ونكمل جولتنا بداخل معرض النجف الدولي. السلام عليكم. عليكم السلام. زائر؟ إن شاء الله. زائر. نعم. شو شفت المعرض؟ والله حقيقة هذا شيء مدعاة للفخر أنه شاب من مدينة النجف قدر أن يوفر هذا الجو للعائلة النجفية من خلال استقطاب أكبر عدد ممكن من الشركات سواء كانت محلية أو دولية. اعتقد انه مثل هذه المواضيع تحتاج ان تتكرر في داخل المحافظه، خصوصا وانه العوائل النجفيه والشباب متعطشين مثل هكذا مواضيع لدعم الاقتصاد المحلي ولتحريك ايضا عجله الاقتصاد على مستوى العراق بشكل عام. انا لاحظت غياب يعني دور الشركات العراقيه باستثناء العتبه العباسيه، ما وجدنا يمكن الا شركه العتبه العلويه، ما وجدنا الا شركه واحده هي انتاج طيران. طبعا هذا الموضوع يعني اذا اريد نوجه اللون وجه اللون وزاره الصناعه اللي هي الوزاره المعنيه بموضوع الدعم اللوجستي للصناعات العراقيه. اليوم اغلب الصناعات العراقيه هي شبه متوقفه. احنا بالعراق ما عندنا مصانع عراقيه الا مصنع سامراء للادويه وعده مصانع بسيطه، واغلب هذه المصانع ايضا ما ترتقي للمستوى المطلوب، لذلك نشوف الاعتماد الكلي على قضيه الاستيراد. الاستيراد بالضبط من تركيا ومن ايران، وهذا فشل من اللي تتحمل الاحزاب اللي سيطرت على سده الحكم من 2003 حتى هذه اللحظه. طيب اليوم يعني اللي لاحظناه انه غياب يعني حتى المصانع العراقيه، يمكن على مستوى العراق كله فقط ينتج معامل السمنت ومعمل ادويه سامره، هذا اثر بشكل كبير وزاد من الايدي من زاد من البطاله. طبعا هو سوء التخطيط. اليوم المشكله اللي يعاني منها العراق انه كل
أربع سنوات تجي حكومة تدحض قرارات الأربع سنوات السابقة للحكومة السابقة. هذه مشكلة. وهذه مشكلة عويصة نعاني منها من 2003 حتى هذه اللحظة. ماكو خطط خمسية، خطط عشرية مثل ما تصير باقي الدول. وزير الصناعة اللي يجي يفند الخطط مع الوزير الصناعة السابق. أو من يلقى أكو على أرض الواقع في التقدم. هذا الحجم مو بس على مستوى الصناعة العراقية، على مستوى الزراعة، على كل القطاعات اللي موجودة بداخل العراق. هي قطاعات متهالكة بسبب سوء الإدارات، بسبب الفوضى، بسبب عدم اهتمام القائمين على الصناعات وعلى القطاعات الأخرى بتنمية هذه القطاعات داخل العراق. وبسبب تعتقد اكو ايدي خفيه تحاول جهد الامكان توقف الجرم؟ بالضبط. طبعا يعني انا اضرب لك مثال اللي صار بتشرين، هو ثوره ضد كل هذا اللي يصير بالعراق، لكن لحد هذه اللحظه ماكو اذان صاغيه. نشوف الكل مصرين على اتباع نفس السياسات الخاطئه. واليوم احنا اتجهنا الى قضيه اليوم نزل سعر الدينار العراقي بالوقت اللي تسعى به دول العالم انه ترفع عملتها حتى تضاهي العملات الاجنبيه وحتى تساوي الدولار الاجنبي. تخيل انه بلد يصل الى مرحله يخفض من سعر الدينار العراقي. القائمين على هذا البلد هل هم قادرين على دعم الصناعات العراقية مثلا؟ باختصار لين تتجه الصناعة بالعراق؟ للأسف كل القطاعات بالعراق هي قطاعات متهالكة. في حال إذا استمر القائمون على هذه القطاعات بالنهج نفسه ما راح تشهد الصناعة العراقية أي تقدم. شكرا جزيلا. ممنون. نتواصل وياكم ولكن بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، عدنا لكم مرة أخرى وبرنامج أصداء الشارع، وهذا الجزء الأخير من البرنامج بضيافتنا المتحدث الإعلامي باسم المعرض. السلام عليكم. عليكم السلام. مشاهدي بداية نرحب بكادر قناة سامراء وتحية إجلال وأكبر لهذه القناة الغراء. أهلا وسهلا بكم في مدينة النجف الأشرف ومهرجان النجف الأشرف للتسوح. معكم المتحدث الرسمي باسم المعرض أحمد العكاش. أستاذ أحمد، فكرة انه انشاء معرض واستقطاب شركات، اليوم من جت هاي الفكرة وما الفائدة اللي راح يستفاد منها المواطن النجفي؟ بداية هي خطة عمل لمحافظة النجف الأشرف. هذا ليس بالمهرجان الأول، هذا المهرجان هو الرابع من نوعه. على مدى سنين قامت محافظة النجف الأشرف ولا سيما إدارة معرض النجف الأشرف الدولي بإقامة عدة معارض، أهمها معارض التسوق. لكن الأزمة الصحية التي عصفت بالبلاد وجائحة كورونا حالت دون إقامة الكثير من المعارض، أهمها التخصصية في المجال الصحي والصناعي والزراعي. الشركات اللي مشاركة، لاحظنا شركات أفريقية آسيوية. بداية هذا المعرض بمشاركة عدد من الدول، أهمها مصر وسوريا وباكستان والهند، إضافة إلى عدد كبير من الشركات العراقية التي دخلت هذا المضمار. هي نافذة اقتصادية لكل أصحاب الأموال ونافذة اقتصادية للعوائل النجفية وكذلك العوائل لعوائل المحافظات المجاورة للتسوق وكل ما تحتاجه العائلة الكريمة من مواد منزلية وكذلك مواد للتسوق. أضافة إلى أن هناك مشاركات كبيرة ومهمة، أهمها هي مشاركة العتبة العلوية المقدسة بالكثير من المشاريع، أهمها السيارات
على الطاقة الشمسية والكثير من المشاريع المهمة التي اشتركت فيها العتبة العلوية، أهمها النجارة والحدادة والكثير من الأهم التي تحتاجها العائلة النجفية. أحمد، لطالما كل شيء مستورد، يعني الشركات غالبيتها شركات مستوردة اليوم، شنو الفائدة اللي راح يستفادها المواطن؟ بالعكس، هي الكل يعلم أن السبات الذي حصل في بسبب جائحة كورونا وتوقف عجلة الاقتصاد وتوقف عجلة التجارة، هذا باعتبار هي بادرة وباكورة عمل للكثير من المعارض، لا سيما أن العوائل تحتاج إلى متنفس للتبضع، إضافة إلى أن تجار النجف وأصحاب الأموال هي للتلاحم والعمل على توأمة بين الشركات العراقية والشركات المشاركة من الدول في هذا المهرجان. لاحظني شيء غريب، أنه لا يوجد شيء يذكر لوزارة الصناعة. أنتم ما دعيتوا وزارة الصناعة لو صناعة وزارة الصناعة ما تشارك، وزارة الصناعة ما عندها منتجات. أحسنت، هذا سؤال جدا مهم. هذا المهرجان هو خاص بهذه الدول، أما فيما يخص الأعمال الخاصة بالعراقيين ووزارة التجارة وباقي الوزارات فهناك معرض خاص للمنتوجات العراقية التي تختص بها كافة الوزارات في الدولة العراقية. شكرا جزيلا استاذ. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. بنهاية حلقتنا نتمنى أنه ترتقي الصناعة العراقية ويكون الصناعة العراقية هي من تفتح معارض في دول الجوار والدول الأخرى. بنهاية الحلقة لا يفوتني أشكر من رافقني في هذه الحلقة بشار شريف وأحمد الشهابي، إلى حلقة أخرى مع فريق العمل، وتحياتي أنا محمد السامرائي. في أمان الله.